رئيس حكومة لبنان رجع على المدرسة. أمي دائماً بتطلعني سعودي. معك بيقلة تشرح لنا الفرق بين السنة والشيعة. حاضر. والتلميذ طلع معك 2.3 مليار دولار. أسئلتهم كثيرة. أنا برازيلي من أول الطريق. أسئلة ذكية. ليش استقلت بالسعودية؟ سامت لأطلق بصراحة. خبرته لأوباما؟ أسئلة بريئة. أصحابك في أشرف ريفي. صديق لازم يكون وفي. أسئلة جريئة. سلاح حزب الله شو بدك تعمل فيه؟ سؤال حلو هيدا. وأوقات محرجة. وين كنت ب 14 شباط 2005؟ الساعة 12:55 دقيقة وخمس ثواني. هل تعرف من قتل بيك؟ شو كانت آخر كلمة قلت له إياها؟ إذا بتقدر ترجع شخص واحد من الموت، مين بترجع، بيك ولا خيك؟ قصتك أنت والسلفي. شو رح تكون الأجوبة؟ ممكن تتجوز مرة تانية مثل ما عمل بيك الله يرحمه. دق الجرس ابتداء من الأحد 25 الشهر 10:15 المساء على الـ MTV.